السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ايه الأخبار؟ السكشن ده عبارة عن سينسز اوف جلوكوز بنت اسيتيت. السكشن ده للفرقة الأولى كلينيكال فارم دي بتاريخ 4/5، والفرقة الأولى جنرال فارم دي بتاريخ 5/5. طيب السكشن عبارة عن اسيتيليشن اوف شوجرز. الشوجر اللي هنشتغل عليه هيكون هو الجلوكوز، فهنحضر منه synthesis of glucose pentacetate. انا بعمل acetylation للـ OH group الموجودة في الجلوكوز، وبحولهم الى ايه؟ الى ايستر، من خلال انا بفعلهم مع الاسيتيك انهيدرايد، فبيتحول الـ OH الكحوليك OH بتتحول الى الايستر فورم. طيب الانوميك فورم of sugars، بيقول في سوليوشن ان الشوجرز بتكون موجوده في اكتر من صوره، الاوبن تشين فورم وسايكليك هيمي استال فورم. السايكليك هيمي استال فورم ده عباره عن ستيبل فورم للشوجر، عشان كده الستريت تشين لما تحط في سولفنت تبدا تتحول الى سايكليك فورم، كون 6 ممبر او 5 ممبر رينج، ودول بيكونوا مور ستيبل عن الستريت تشين فورم. زي مثلا انا عندي جلوكوز، بيحصل ايه؟ بيتفاعل الالدهيدك كربونيل اللي في رقم واحد مع الهيدروكسيل جروب اللي على الكربونه رقم 5، دي او اتش الكحوليك مع كربونيل بيكونوا هيمي اسيتات، وده بيتكون انترا موليكولر، يعني نفس المركب، عشان كده بيكونوا سايكليك هيمي استات، وده بيكون ستيبل فورم عن الاوبن تشين فورم. يبقى انا عندي الشوجرز الموجوده في السوليوشن ليها اكتر من شكل، ستريت تشين، وطبعا بيكون ماينر لانه بيتحول الى سايكليك هيمي استال فورم اللي هو الموست ستيبل فورم. حالة الجلوكوز يتفاعل الكربونيل رقم واحد مع الهيدروكسيل جروب اللي في رقم 5، ويحصل السايكلايزيشن. نتيجة السايكلايزيشن الكربونة رقم واحد بتاعت الكربونيل اللي كانت نون كايرال أو إي كايرال اتحولت إلى كايرال كربون، وبنسميها أنوميريك كربون. تمام؟ يبقى نتيجة السايكلايزيشن اتكون عندي كايرال كربون بنسميها الانوميريك كربون. تمام، تكوين الانوميريك كربون ده بيؤدي الى تكوين 2 دايستيريومر. التو دايستيريومر دول بيتفقوا في الكونفيجوريشن بتاع كل الستيريو سنتر، وبيختلفوا في الكونفيجوريشن بتاع الانوميريك كربون، عشان كده بنسميهم انومرز. يبقى الانوميرز دول دايستيريومر بيتفقوا في كل الكونفيجريشن بتاع الاستيريو سنتر الموجود، وبيختلفوا فقط في الكونفيجريشن بتاع الانوميريك كاربون. طيب التو انوميرز دول عباره عن الفا انومر وبيتا انومر. الالفا انومر بيكون اتجاه الاو اتش، بيكون اتجاه الاو اتش في الهاورس بروجكشن بيكون داون، بيكون داون او بيلوز رينج اتجاه الاو اتش في الالفا انومر. في الهاورس بروجكشن بيكون داون ذا رينج. البيتا انومر بيكون اتجاه الاو اتش في الهاورس بروجكشن اباف او اب، بيكون اباف ذا رينج او اتجاه ايه؟ لفوق. يبقى الالفا الاو اتش بيكون اتجاهها لتحت، والبيتا بيكون اتجاهها لفوق في الهاورز بروجكشن. ادي عندي الاوبن تشين فورم اوف جلوكوز، عندي الكربونيل اللي هي الالدهيد الكربونيل رقم واحد تتفاعل مع الاو اتش اللي في رقم 5، وبيحصل السايكلايزيشن. سايكلايزيشن الاثنين اللي على اليمين واللي على الشمال،
اللي هي الالفا والبيتا جلوكوز. الشكل ده هو الهاورس بروجكشن للجلوكوز. الشكل اليمين والشمال دول، ده اليمين والشمال، الاثنين دول اسمهم الهاورس بروجكشن للجلوكوز. فانا عندي نتيجه السايكلايزيشن ادي الانوميريك كربون، هنا طبعا الكربونيل اي كايرال، هنا بقى الكربون اس بي 3 كربون متصله بفور ديفرنت جروب او اتش او ار و اتش و سي وباقي ايه وباقي التشين. يعني كده الكربونه دي اصبحت كايرال، كربونه متصله بايه فور ديفرنت جروبز او اتوم، فدي اصبحت ايه كايرال كربون. او اتش في البيتا يكون اتجاهها اباف ذا رينج، اتجاهها ايه لفوق، انما في الالفا الاو اتش يكون اتجاهها ايه لتحت بيلو ذا رينج. هنا الاسم عباره عن ايه بيتا دي جلوكو بايرانوز. جلوكو طبعا لان ده الجلوكوز، البايرانوز دي بقى مشتقة من البايران رينج اللي هي حلقة سداسية هيتيروسايكليك رينج وفيها الأكسجين، الحلقة السداسية وفيها الأكسجين، بس الحلقة البايران رينج كانت unsaturated يعني كان فيها 2 دبل بوند. فالبايران هي حلقة سداسية وفيها أكسجين، البايرانوز مشتقة من البايران، ده بيتا دي جلوكو بايرانوز وده الالفا لان الاو اتش تحت، انما هنا الاو اتش اتجاهها لفوق. الاثنين دول انومرز لبعض، البيتا جلوكو بايرانوز والالفا دي جلوكو بايرانوز علاقتهم ببعض انومر، والانومر انا عارف ان هما دايستريمر، فبالتالي هنلاقي ان الانجل اوف سبيسيفيك انجل اوف روتيشن للبيتا تختلف عن السبيسيفيك انجل اوف روتيشن للالفا، لان الاثنين دول دايستريمر وبالتالي ليهم ايه ديفرنت فيزيكال بروبرتيز. البيتا روتيشن في خاصيه بتميز الشوجرز اسمها الميوتا روتيشن. ايه هي الميوتا روتيشن؟ يقول لك ده عباره عن A change of optical rotation of substance with time. يعني ايه؟ يعني انا عندي الالفا والبيتا فورم للشجر بتاعي، لو حطيت واحد منهم في solution بلاقي اتكون عندي ميكشر من الاثنين. يعني انا لو حطيت الفا او بيتا جلوكوز في solution هلاقي اللي اتكون عندي في السوليوشن ميكتشر من الالفا والبيتا مع بعض. وهو ايه؟ It's a change of optical rotation that occur when alpha or beta form of carbohydrate converted to equilibrium mixture of two form. يعني الالفا تبدا تتحول لبيتا ويتكون ميكتشر من الاثنين، والبيتا تتحول للالفا وبيتكون ميكتشر من الاثنين. العملية دي بتتم من خلال الـ open chain form، يعني البيتا تتحول لـ open chain وبعدين تتحول للألفا، والألفا تتحول لـ open chain وبعدين تتحول للبيتا. تمام. When ألفا دي جلوكوز with melting point 146 سيليزيوس dissolved in water. الالفا جلوكوز الميلتنج بوينت بتاعته 146 لما بيدوب في الميه بيكون السبيسيفيك روتيشن بتاعته كام؟ بوزيتيف 112. بمرور الوقت تيجي تقيسها مثلا بعد ساعه تلاقي ان السبيسيفيك انجل اوف روتيشن بدات تقل وبقت كام؟ بقت 52. تمام. البيتا جلوكوز، بيتا جلوكوز طبعا ديفرنت ميلتنج بوينت لان الاثنين دول ايه دايستيريم. بيتا جلوكوز ميلتنج بوينت بتاعته 150
initial specific rotation 18 plus 18 slowly rise to 52.7 يبقى كانت 18 بدأت تزيد ل 52 والالفا كان 112 بدأ يقل ل 52 ايه اللي حصل 52 دي اللي هي الميكتشر من الالفا والبيتا جلوكوز ده الاكليبريم ميكتشر من الاثنين فالالفا اتحولت لبيتا جزء من الالفا جلوكوز بدأ يتحول للبيتا عشان تكون الميكتشر والبيتا جزء بدأ يتحول للالفا وكون الميكتشر اللي ليه سبيسيفيك روتيشن 52 After being dissolved in water, alpha and beta anomers are readily interconverted, يتحولوا الاثنين لبعض من خلال الـ open chain. دي مهمة جدا. إن الاثنين عشان يتحولوا لبعض لازم بيتحولوا من خلال الـ open chain 4. يعني الهيمي أستال 4 بيتحول لـ open chain 10 ويحصل cyclization 10. At equilibrium بقى الـ solution بيكون فيه 36% من الالفا انومر و64% من البيتا انومر with traces من الاوبينيت شين traces ده بتكون كميه ضئيله جدا حتى كمان ما بتتحسبش في النسبه فانت 64 و36 100% وعشان الاوبينيت شين traces ما بتتحسبش تمام البيتا انومر البيتا انومر من الجلوكوز more stable than الالفا انومر ليه؟ انا هنا عندي اللي هو التشير 4 التشير 4 للالفا والتشير 4 من البيتا في التشير 4 الالفا انومر بيكون اتجاه الاو اتش اكزيال الاو اتش في الالفا بيكون اكزيال والبيتا بيكون اكواتوريال فين في التشير 4 فالاكواتوريال 4 بيكون مور ستيبل عن الاكزيال 4 ليه لان ده بيقلل حاجه اسمها الداي اكزيال انتر اكشن الاكواتوريال 4 يكون مور ستيبل عن الاكزيال 4 يبقى انا عندي كده البيتا انومر من الجلوكوز مور ستيبل ذان الالفا انومر وعشان كده كانت النسبه الاكليبريم 64% من البيتا و36% من الالفا لان هو ايه البيتا مور ستيبل طيب الجنرال ايكويشن الاستكشن بتاعنا السينسز اوف جلوكوز بنت استيل عندي الجلوكوز سواء الفا او بيتا بقى لان هو هيكون ايه ميكتشر من الاثنين هنحط عليهم اسيتيك انهيدرايد باستخدام كاتاليست هيكون جلوكوز بنت استيل الكاتاليست ده باختلاف الكاتاليست وباختلاف الكونديشن هكون جلوكوز الفا جلوكوز بنت استيت او بيتا جلوكوز بنت استيت باختلاف الكونديشن طيب هنا مقارنه ما بين الالفا والبيتا طبعا علاقه الاثنين ببعض برضو دول دايستيريمر دول ايه دايستيريمر مختلفين برضو في ايه في الالفا في الـ configuration of anomeric carbon عن الاثنين anomers تمام الـ structure طبعا عندي الالفا الاستايل جروب اتجاهها لتحت زي الـ OH لتحت فالالفا جلوكوز بنت استيت اتجاه الـ الاستايل OC double bond CH3 الاستايل جروب بيكون اتجاهها لتحت وفي حالة البيتا بيكون اتجاهها لفوق الـ IBAC name هنا في الكربونه رقم واحد الكربونه رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه وسته في استايل جروب ومتصلين بالكربون متصلين بايه؟ بالكربون عن طريق الاكسجين فبنقول ايه؟ 1 2 3 4 6 بنتا او أستايل ألفا دي جلوكو جلوكو بايرانوز قلنا البايرانوز بنقول بايرانوز لأن هي مشتقة من
البيران الحلقة السداسية وفيها ايه؟ اكسجين. طبعا اوز ده بيميز اللي هي السافكس بتاعت الشوجر. هنا او لان الاستايل جروب متصلة بالرينج عن طريق الاكسجين مش عن طريق الكربون. هنا بقى في البيتا 1 2 3 4 6 نفس الكلام 1 2 3 4 6 تمام. بنتا او اسيتايل بيتا دي جلوكوبيرانوز. هنا بيتا طبعا عشان الاو اي سي الاسيتات اتجاهها ايه above the ring. هنا الفا عشان الاو سي الاسيتات اتجاهها below the ring. الامبريكال فورمولا طبعا عدد الكربون والهيدروجين والاكسجين سي 16 اتش 22 او 11. المولكولار ويت الاثنين لهم طبعا نفس المولكولار ويت ونفس المولكولار فورمولا. المولكولار ويت 390 جرام بير مول. الاوبتيكال اكتيفيتي عشان الاثنين دايستريمر هيكونوا مختلفين يعني الالفا 98 والبيتا 4.2. الميلتنج بوينت لانهم برضه دايستريمر فلازم يكون الميلتنج بوينت بتاع الاثنين مختلف. الالفا 109 ل 111 الرينج بتاع الميلتنج بوينت من 109 ل 111 والرينج بتاع البيتا جلوكوز بنتا استيت 130 ل 132. طيب اولا preparation of glucose pentacetate هنحضر ايه الالفا بقى. الجنرال ايكويشن انا عندي الجلوكوز جلوكوز زائد اسيتيك انهيدرايد في وجود السلفوريك اسيد ككاتاليست والروم تمبريتشر. يبقى الكونديشن بتاعتي سلفوريك اسيد روم تمبريتشر بيتكون عندي الالفا جلوكوز بنتاسيتيت. الكيميكالز ريكوايرد 1 جرام من الجلوكوز 5.2 ملي اسيتيك انهيدرايد. ال 1 جرام من الجلوكوز دي وزنه جاهزه 5.2 ملي تحطهم بالميجر. 2 دروبس من السلفوريك اسيد. نبدا بقى نشوف ايه الخضوات. اول حاجه التفاعل ده بنعمله في بيكر 100 ملي بيكر. هتضيف وزنة الجلوكوز اللي هي 1 جرام وزنة جاهزة وهتضيف عليها 5.2 ملي من الأسيتيك أنهيدرايد وهتضيف عليهم 2 دروبس من السلفوريك أسيد. الأسيتيك أنهيدرايد ده بيكون موجود تحت الفيوم هود لأنه إيريتانت لاكريميتور فلازم الخطوة دي بتتم تحت دولاب الغازات. وطبعا السلفوريك اسيد لازم ما تخليش حاجه تيجي على ايدك لانه ايه كوروسيف وتكون لابس طبعا الجلافز. بعدين هتعمل ستيرنج لمده ساعه كامله ستيرنج كويس لمده ساعه. وبعدين هتكون مجهز بيكر فيه 50 ملي كراشد ايس. هتضيف البيكر بعد ما عملت له ستيرنج لمده ساعه محتويات البيكر بتاعك على ال 50 ملي كراشد ايس وتبدا تقلب لحد ما كل التلج اللي معاك يدوب ويبدا يحصل ايه سوليديفيكيشن للبرودكت بتاعك بيكون حاجه كده شبه العجينه تمام. تبدا بقى ايه بعد ما تتكون معاك تبدا تفلتر وتجمع البرودكت بتاعك. يبقى في ال 100 ملي بيكر ده هتضيف 1 جرام جلوكوز عليهم 5.2 ملي 5.2 ملي من الاسيتيك انهيدرايد وعليهم 2 دروبس من السلفوريك اسيد. تعمل ستيرنج كويس جدا لمده ساعه. بعد ما تعمل ستيرنج هتضيف محتويات البيكر بتاعك اللي عملت له ستيرنج على 50 ملي من الكراش دايس لغايه وتعمل ستيرنج كويس لغايه ما كل الايس اللي معاك يحصل له ميلتنج ويحصل سوليديفيكيشن للبرودكت. اول ما يتكون خلاص عملت ستيرنج كويس وده بكل التلج وبدا ايه البرودكت يتجمع معاك تبدا ايه تعمل فلتريشن وتجمع البرودكت بتاعك.
طيب preparation of beta glucose pentacetate بقى. هنا الكونديشنز مختلفة. عندي الجلوكوز مع اسيتيك الهيدرايد. تمام. هنحط بقى ايه؟ كاتاليست صوديوم اسيتيت. و ريفلكس. بس احنا بنعمل ايه؟ نعمل التفاعل ده في ووتر باس. ووتر باس مش بنعلق ريفلكس. مش هنعلقه في الكوندنسر. هو ايه؟ يبقى انا عندي الظروف اللي هيتم فيها التفاعل صوديوم اسيتيت كاتاليست وايه؟ ووتر باس. الكيميكالز اللي انا محتاجها جلوكوز 1 جرام و6 من 10 جرام صوديوم اسيتيت و5.2 مللي ايه؟ اسيتيك انهيدرايد. نبدا نشوف البروسيجر. انستوبر ديفايل هضيف 1 جرام من الجلوكوز عليهم 6 من 10 جرام من الصوديوم اسيتيت وهضيف عليهم 5.2 من 10 مللي من الاسيتيك انهيدرايد. يبقى في ستوبر ديفايل لو 1 جرام من الجلوكوز وعليهم 6 من 10 جرام من الصوديوم اسيتيت ونضيف لهم 5.2 من 10 مللي من الاسيتيك انهيدرايد. تعمل ميكسنج الكونتنت بتاعك دول وتحطهم فين؟ في الووتر باس. الستوبر ديفايل بعد ما هتضيف الجلوكوز والاسيتيك انهيدرايد والصوديوم اسيتيت هتقفل الفايل وهتحطهم في ووتر باس لمده ساعه. وخلال الساعه دي كل خمس دقائق تعمل ستيرنج. بعد ما تخلص الساعه وخلال الساعه انت كنت بتعمل ستيرنج كل خمس دقائق هتاخد المحتويات الستوبر ديفايل وهتضيفهم على 50 ملي كراشد ايس وتعمل لهم ستيرنج كويس. تمام. يبقى هتضيف المحتويات بتاعت الفايل ل 50 ملي كراشد ايس وسبيجراس ستيرنج لحد ما كل التلج اللي معاك يدوب. هتلاقي البرودكت بتاعك بدا يرسب. تبدا بقى ايه فلتر وتجمع البرودكت بتاعك. السيفتي بريكوشن بقى زي ما قلنا ان الاسيتيك انهيدرايد ده ايريتنت لاكريميتور وموجود تحت الدولاب. فبالتالي خطوه الاضافه بتاعت الاسيتيك انهيدرايد بتتم تحت الفيوم هود لانه ايه ايريتنت اند لاكريميتور. الكونك سلفوريك عارفين هو كوروسيف اند هو سيفير بيرز. نخلي بالنا واحنا بنضيفه لازم نكون لابسين الكلاب. طيب احنا عارفين ان الالفا والبيتا جلوكوز انومرز بيحصل لهم حاجه اسمها الميوتاروتيشن. يعني الاثنين بيحصل لهم ايه؟ بيتحولوا لبعض. يعني الالفا بتتحول لبيتا والبيتا بتتحول للالفا وبيتكون ايه؟ ميكتشر من الاثنين بمرور الوقت. طب هل لما عملت استايليشن للجلوكوز هل ممكن يحصل له ميوتاروتيشن؟ قال لك عشان يحصل الميوتا روتيشن لازم الهيدروكسيل جروب اللي على الانوميريك كربون لازم يكون فري. يعني لازم تكون موجوده هيدروكسيل جروب على الانوميريك كربون وفري لازم تكون او اتش. لو اتغيرت وتحولت لاي حاجه تاني بقى استايليشن او ايثريفيكيشن كونت ايثر او كونت ايه استر هل ممكن تتحول؟ يعني الالفا جلوكوز بنت استيت ممكن يكون ميكشر من الالفا والبيتا والبيتا ممكن يكون ميكشر من الالفا والبيتا. الاجابه ايه؟ لا. ليه؟ لان عمليه الميوتروتيشن بتتطلب وجود فري هيدروكسيل جروب على الانوميريك كربون. وطالما ان الهيدروكسيل جروب مش موجوده يبقى مش هيحصل الميوتاروتيشن. فالاجابه لكن الجلوكوز بنت اسيتيت كانت اندرجو ميوتاروتيشن due to absence of free hydroxyl group on anomeric carbon which is required for ring opening and closing. ده مش هيحصل ليه؟ عشان مفيش free hydroxyl group اللي هي اساس عمليه الميوتاروتيشن اللي بسببها بيحصل ايه؟ الرينج اوبننج اند الرينج كلوجر.
فwithout hydroxyl group on anhydric carbon ring can't open and close and therefore not undergo mutual rotation. وبكده يكون السكشن خلص. يعني بالتوفيق يا شباب ان شاء الله، ان شاء الله يكون سكشن خفيف وظريف وربنا يوفقكم ان شاء الله، ويتعدوا الترم ده على خير باذن الله.